أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة وأفضل التسليم على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي وابن سيدي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجا واعتصم بحبل ولائكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المسألة الشرعية تتعلق بتقسيم الخمس. الخمس يقسم إلى نصفين: نصف للإمام سلام الله عليه، ومعنى أنه للإمام في حال الغيبة يكون بيد وكلاء الإمام العامين وهم الفقهاء. سمى سهم الإمام خاصة. والنصف الثاني يعطى للأيتام الفقراء من بني هاشم وللفقراء ولأبناء السبيل من بني هاشم ويسمى بسهم السادة. المقصود من بني هاشم أو الهاشميين هم الذين ينتسبون إلى جد النبي هاشم صلى الله عليه وآله من ناحية الأب. أما من ناحية الأم فيبدو أن الفقهاء لم يقولوا بجواز إعطاء الخمس لهم إلا بعض الفقهاء، كالسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه والشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليه، ومن المحدثين الموجودين السيد الخامنئي حفظه الله وأيده، الذين يعطون من سهم السادة يجب أن يكونوا من أهل الالتزام والإيمان. فقر طبيعي، يعني الفقير لا بد أن يكون فقيرا أولا، ثانيا لا بد أن يكون ملتزما من أهل الإيمان. فلو علمت أنه يصرفها في وجوه المعصية إذا كان متجاهرا بالفسق،
نعم تعطى لأولاده باعتبار أولاده لا ذنب عليهم. وأما سهم الإمام فإما أن يسلم إلى الحاكم الشرعي مباشرة، وإما أن يسلم إلى وكيله الموثوق، وإما أن يصرفه الإنسان بنفسه بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله فيما يرضي الإمام، صرف على موارد العلمية، على ترويج الدين، على ترويج أحكام الدين وما إلى ذلك. هذه هي المسألة الشرعية. أما الآية الكريمة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، سيدور الحديث حول هاتين الآيتين المباركتين. تعتبران هاتان الآيتان المباركتان من آيات الأخلاق في القرآن الكريم. سيدور الحديث حول أمور ثلاثة. أولا، الكلمة الطيبة ما هي، وما هي صفاتها ومميزاتها حتى تكون مثمرة وتؤتي أكلها كل حين. ثانيا، الكلمة الخبيثة ما هو دورها الهدام في الفرد وفي المجتمع. الجهة الثالثة التي سنتكلم عنها، ما المراد من الشجرة الطيبة وما المراد من الشجرة الخبيثة أو الشجرة الملعونة في القرآن كما ورد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجهة الأولى من حديثنا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، التمثيل أحد وسائل إيصال المفهوم القرآني إلى أذهان الناس. استخدم القرآن عدة وسائل، منها وسيلة القصة وقد تكلمنا عنها في ليلة من الليالي، والمراد منها العبرة والعظة. استخدم التشبيه، استخدم الأمثال، استخدم التمثيل، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن المراد منها العبرة والاتعاظ. التمثيل يعطي معنيين: أولا يقرب المعنى إلى الذهن، ثانيا يجعل النفس الإنسانية تهفو لسماع هذا المثال. لما تسمع الآية تقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، تهفو نفسك لمعرفة هذه الشجرة، تهفو نفسك لمعرفة هذه الكلمة الطيبة. من أين تنبعث الكلمة الطيبة؟ تنبعث الكلمة الطيبة من اللسان أيها المؤمن. اللسان نعمة ثانية بعد العقل. الله سبحانه وتعالى خلى العقل مدبر للجسد، وجعل اللسان الناطق الرسمي عن العقل. المدبر للجسد العقل، والناطق الرسمي للعقل هو اللسان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. إذن بعد نعمة الخلق والعقل تأتي نعمة البيان، لأن نعمة البيان والكلام هي التي تترجم ما في العقل. ولهذا يقول أمير المؤمنين اللسان سلام الله عليه، يقول اللسان ترجمان العقل، وذلك لأن الله خلق هذا الإنسان فشيء معقد. الآن علماء النفس يقولون الإنسان فيه جانب شعوري وجانب لا شعوري. الجانب اللاشعوري هو الجانب الذي يختزن فيه الإنسان المعلومات والتجارب. التجارب، قدرة الإنسان على اختزان التجارب في اللاشعور هي سر تطور الإنسان. ولهذا يقول إمامنا أمير المؤمنين إن في التجارب علما مستأنفا. زين، هاي التجارب وهذا اللاشعور وهذا الوجدان وهذا الإحساس وما يدور في داخل النفس، من الذي يترجمه؟ يترجمه اللسان. فالكلمة تصدر من وين؟ من اللسان. و
ولهذا اللسان أصبح مملكة بذاته، يعني جسم الإنسان مملكة غريبة، واللسان بذاته غريب وعجيب من خلق الله وإبداع الله. زين، من هنا الكلمة الطيبة في الواقع هي الكلمة التي بعث بها الأنبياء صلوات الله عليهم، وأرسل بها الرسل، ومن أجلها جاء الأئمة وجاهدوا، ومن أجلها جاء العلماء وأكملوا مسيرة الأئمة صلوات الله عليهم. إذن في الواقع أنت لما تلاحظ، أنت الآن تشوف العلماء جاهدوا من أجل الكلمة الطيبة، الإمام الحسن، الحسين، بقية الأئمة من أجل الكلمة الطيبة. أنت لما تلاحظ ثورة كربلاء تلاحظ للكلمة الطيبة دورها في ماذا؟ في ثورة الحسين صلوات الله عليه. إذن الكلمة الطيبة معنا، الكلمة الطيبة النصيحة، الكلمة الطيبة الصلاة، الكلمة الطيبة الدعاء، الكلمة الطيبة المناجاة. ولهذا أحد الأهداف التي يستهدفها أئمتنا من وراء حثنا على قراءة القرآن وعلى تلاوة الدعاء وعلى المناجاة، ماذا؟ أن تتهذب ألسنتنا، لأن القرآن يهذب اللسان، لأن الدعاء يهذب اللسان، لأن المناجاة تهذب اللسان. الكلمة الطيبة الحقيقية هي الكلمة التي تكون من الله ومن رسوله ومن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا الكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها هي الكلمة التي من أجلها بعث الأنبياء ومن أجلها أرسل الرسل. لكن ما هي مميزاتها؟ حتى تكون كلمة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هناك جملة صفات. الميزة الأولى للكلمة الطيبة المثمرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، أول شرط فيها الإخلاص والنفع العام. يعني إذا صدرت منك نصيحة، إذا صدرت منك دعوة إلى التآلف، إذا صدرت منك دعوة إلى التكاتف، فلتكن صادرة من إخلاص ومن نظر إلى النفع العام. يعني لا تخليك القضايا الشخصية هي اللي تدفعك إلى الكلمة الطيبة، خلي النفع العام هو اللي يدفعك. ولهذا الإسلام دائما يركز على العالمية، يعني الكلمة يجب أن تنفع البشر كلها، مو بس المسلمين، لا، الخلق عيالي، والإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. فلهذا الذي ينطلق في كلماته وفي دعواته من أجل مثلا افرض الكلمات للتلاحم، للتعاطف، للتكاتف، من أجل مصلحة شخصية، هذا أناني. كل الأنبياء، كل الأديان قائمة على النفع العام. يريد الإسلام أن يحررنا من الأنانية، ويدعونا إلى أن تكون كلماتنا من أجل النفع العام. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية، أن يكون القائل للكلمة الطيبة لأجل أن تكون مثمرة أن يكون عاملا بها. سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه البرهان لما يتطرق إلى تفسير هذه الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول العالم الذي يخشى الله، يخشى الله من هو؟ هو الذي يوافق عمله قوله، فيدعى في ملكوت السماوات عظيما. أما إذا لا، صار نوع من عدم التوافق بين القول والعمل، حين ذلك ينطبق عليه قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
من نصب نفسه إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، يكون هو قدوة وإيحاء للآخرين. أما هو يتكلم في وادي وعمله في واد آخر، حين ذلك ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء، يقول: رأيت قوما يقرضون شفاههم بأسنانهم، قلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتي يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. خطباء الأمة شنو يعني؟ مو بس خطباء المنبر الحسيني، لا، خطباء الجمعة، خطباء المساجد، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، الخطباء الموجودين من خلال الإذاعات، من خلال التلفزة، كل من يدعو إلى الله يجب أن يكون هو أول مطبق ثم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصفة الثانية لأجل أن تكون الكلمة الطيبة مثمرة وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشرط الثالث أن تكون صادقة وواقعية. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي تسربل بالصدق، صادقة وواقعية. فإن الكذب أيها المؤمن ما دخل شيئا إلا أفسده. فرد يفسده الكذب، أمة تفسدها الكذب. إياك وإياك حينما تريد أن تدعو للكلمة الطيبة ادعو بالصدق. ولهذا يجب علينا، وخصوصا في شهر رمضان، يعني يجعل العلماء من المفطرات الكذب على الله، يكون ما يكذب لا على الله، لا على الرسول، لا على الأئمة، لا على العلماء، لا على التاريخ، لا على المجتمع. الكذب اولا يسقط الهيبة، يسقط المروءة، يهدم البيوت، يهدم البيوت ايها المؤمن. بالإضافة إلى ذلك يبعد عن ساحة القدس. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في مناجاته الشعبانية: فلعلك وجدتني في مقام الكذابين فرفضتني. مرفوض الكذاب. فإذا الكلمة الطيبة هي التي تكون واقعية وتكون صادقة، هذه ثالثا. رابعا، من أجل أن تكون الكلمة الطيبة مثمرة وتؤتي أكلها لابد أن تكون لينة مرنة. شلون لينة مرنة؟ القساوة إلها ومواقع، لكن متى القساوة؟ آخر العلاج الكي. الإسلام: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. هكذا انطلق الإسلام بالكلمة الطيبة. ولهذا قد واحد يقول لي مثلا الكلمة الطيبة مع المؤمنين، لا حتى مع غير المؤمنين، حتى مع الكفار، حتى مع الجبابرة. ألم يقل الباري جل وعلا إلى نبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى أن يقول: فقولا له قولا لينا. قد واحد يتبادر ليقول: لا لازم هؤلاء يأتون بالسباب، بالشتام، بكذا، لا فقولا له قولا لينا مرنا. إذا الكلمة المثمرة الطيبة التي تؤتي أكلها لابد وأن تكون لينة مرنة. خامسا، لابد وأن تكون مصطبغة بأدب الكلام. أدب الكلام للكلام آداب، للكلام ماذا؟ نخلق كلامي وخلق سلوكي. فلا بد وها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن تكون مزينة بالحلم، مزينة بالعلم، ليكون فيها جفاء، يكون فيها خلق، ليكون فيها فحش. الإسلام يقول لك: الفحش ابتعد عنه. طيب كلامك وأبعده عن الكلمات الرذيلة.
هذه الكلمات حتى أيها المؤمن، حتى قضايا المزاح على سبيل المثال هسه، وإن كنا سنتطرق إليها في ضمنها، المزاح يجب أن يكون بكلمة طيبة، بكلام طيب. يعني النبي كان يمازح أصحابه، كان يمازح صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، كان يمازح نساءه، ها؟ كان يمازح الأعراب، حتى يجي واحد إعرابي يمازحه، لكن يمازحه ولا يقول إلا ما يرضي الله. وليكثر المزح مع الصحب، ها؟ وليكثر المزح مع الصحب إذا لم يسخط الله ولم يجلب أذى، بشرط أولا أن لا تتكلم بكلمة بذيئة، ثانيا لا تجلب أذى على الذي تتمازح معه. النبي عند مزاح مع علي بن أبي طالب، قضية هذا أكل الرطب، وعلي كان يضع الطعام أمام علي أمام النبي صلى الله عليه وآله، يلتفت لما يمازح النبي، يقول لي ما أكثر أكلك؟ قال الأكل هو الذي يأكل ماذا؟ يأكل التمر مع نواته. يقولون مرة واحدة طلع على الناقة وركب واحد من أصحابه على الناقة، قال من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فكروا الصحابة هذا عبد يعني رق، لا، إنه عبد لله. مزاح لطيف شاهد. فإذا من شروط الكلمة الطيبة أن تكون الكلمة فيها حسن أدب وحسن ماذا؟ حسن كلام. حين ذلك تتحول الكلمة الطيبة إلى عبادة، وتتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى شجرة تؤتي أكلها. في البيت خاطب ابنك بالكلمة الطيبة، حتى الكلمة التي تثبط العزائم. يقول لك الإسلام لا تتكلم مع ابنك وبنتك بكلمة تثبط العزائم، يا كسلان انت ما تصلح لشيء، هذا مو صحيح. أكرموا أولادكم ولا تهينوهم، هذه إهانة إلى قدرات الولد. شجعة على العمل، شجعة على الإنتاج، شجعة على الإبداع. وأكثر من هذا، الإسلام يرى بأن الكلمة الطيبة حتى مع غير المسلمين، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، لم يقل من سلم المسلمون، أكو عندنا روايات، سلم الناس. علامة حضارية للإسلام، الإسلام يعتبر ماذا؟ دين عالمي، يعتبر دين لكل الناس، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. حتى الغير مسلم لا تقول له يا ابن الزاني، قالها أحدهم، كان الإمام موسى بن جعفر سمع من أحدهم يقول لغلامه يا ابن الزاني، قال له كنت أظن أنك ورع، تبين لي أنت مو ورع. قال لي هذا أمة سندية أمة كذا، قال إن لكل قوم نكاحا، هذا شرعي في الواقع بالنسبة لهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، توادد، تعاطف، تلاحم. وهذا هاي الكلمة الطيبة مو بس لها الجيل، لكل الأجيال. ولهذا الإسلام سيبقى إلى أن تقوم الساعة. ليش؟ لأنه قائم على الكلمة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الأمر الثاني من حديثنا، الكلمة الهدامة. الكلمة الهدامة هذا اللسان، كما يقول إمامنا جعفر الصادق، جرمه صغير وجرمه كبير. جرم يعني الكتلة، المادة، الوزن، لكن الجرم الذي يخرج منه جرم كبير. عند الآن تلاحظ واقعا، الآن يحارب الإسلام من خلال الكلمة الخبيثة. هاي التواطؤات اللي تشوفها، وهاي اللي تحيكها الغرب والشرق من أجل الإساءة إلى الإسلام والمسلمين من خلال الكلمة، إما الكلمة المسموعة وإما الكلمة المرئية إن صح التعبير، يريدون أن يسيئوا إلى الإسلام من خلال الكلمة الخبيثة. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. على كل حال،
الخبيثة تحتل الجرائم اللسانية المساحة الكبرى من الجرائم، فأولها الغيبة التي تفتت أواصر المجتمع وتقضي على الترابط وعلى الوحدة، ثانيها النميمة التي تؤدي إلى الشقاق وتؤدي إلى النزاع وتؤدي أحيانا إلى الاشتباك، جرح، قتل، إراقة دماء، ثالثها الفتنة، تفتين، الفتنة أشد من القتل. هذه جريمة لسانية. رابعا الإهانات اللسانية التي تقدم. أكو بعض الناس عندهم ألسنة سيف سيف قاطع، لكن إلما يا ليت على الكفار، يا ليت على المشركين، على المسلمين، على أصحابه، على جماعته. ألا يعلم أن إهانة المؤمن إهانة للعرش وإهانة للكعبة المشرفة؟ هذا الجانب الرابع. الجانب الخامس إفشاء السر، سواء كان سر فردي أو سر اجتماعي، لأن إفشاء السر أيها المؤمن يؤدي إلى أن يتعرض الإنسان في شخصه، في كرامته، في عرضه، وقد يؤدي به أحيانا إلى القتل. فإفشاء السر جريمة كلامية ويعتبر كلمة خبيثة. سادسا شهادة الزور. شهادة الزور تعتبر من الجرائم اللسانية ومن الكلمات الخبيثة. سابعا قول الزور. قول الزور الكذب، الغناء، ترويج الإشاعات، ترويج الشائعات في المجتمع التي يقصد منها ضرب الأشخاص، تعتبر ماذا؟ من الكلمات الخبيثة. سابعا من جملة الكلمات الخبيثة وأعظمها الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ثامنا من جملة الكلمات الخبيثة الفحش بشتى أنواعه، سباب، شتاب، شتائم، هذه كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر كلمة خبيثة. هاي الكلمة الخبيثة شو تسوي؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني تحول ليك إلى المجتمع، تكتسح ليك قيم المجتمع، تكتسح ليك الأمة فردا وجماعة. كلمة واحدة تريق الدماء، تهتك الأعراض، تسلب الأموال، كلمة واحدة. ولهذا في الحديث إن الله يعذب اللسان عذابا لا يعذب به سائر الجوارح، فماذا فيعترض اللسان؟ إلهي عذبتني بعذاب لم تعذب به بقية الجوارح، قال لأنك قلت كلمة فخرجت الكلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فهتك بها عرض حرام أو فرج حرام، سبك بها دم حرام، نهب بها مال حرام، والله لأعذبنك عذابا لا أعذبن به ماذا؟ سائر الجوارح. أي الجهة الثانية من حديثنا. الجهة الثالثة، ما المراد من الشجرة الطيبة وما المراد من الشجرة الخبيثة؟ الشجرة الطيبة باتفاق المسلمين المراد منها هو نسب النبي محمد. وذلك أن إمامنا الباقر سلام الله عليه سئل عن هذه الآية فقال إن الشجرة الطيبة أصلها جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرعها فاطمة جدتنا فاطمة، الله أكبر، ولقاحها أمير المؤمنين علي، ونحن الأئمة ثمرها. بعد
والشيعة هم الورق، فما يولد موالم شيعي إلا وتورق تلك الشجرة ورقة، وما يموت واحد منهم إلا وتسقط من تلك الشجرة ورقتان. هذا الذي نظمه يعقوب ابن إسحاق. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري. الله أكبر. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف. اللهم اجعلنا من شيعتها. الشجرة الخبيثة من هي؟ الشجرة الخبيثة هي الشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بعد والشجرة الملعونة في القرآن من هم؟ بنو أمية والمروانيون. شجرة شهوة، فساد، ظلم، جور، تعدي. من الذي روى ذلك؟ المسلمون. لاحظ الثعلبي في تفسيره النيسابوري في الدر المنثور، السيوطي، استغفر الله، السيوطي في الدر المنثور، النيسابوري في غريب القرآن، الرازي، الألوسي في روح البيان، الحاكم في المستدرك، القاضي النعمان، المصري، كلهم رووا عن أبي سعيد الخدري أن الشجرة الخبيثة الملعونة هي شجرة بني أمية ومروان. المقريزي أو المقريزي في التخاصم، في النزاع والتخاصم، يقول لك، يجي إلى نسب بني أمية يقول ليسوا عربا. عجيب، صدق بني أمية مو عرب؟ قال نعم. قال لأن عبد مناف عنده أظهر أولاد أربعة، هاشم، المطلب، نوفل، عبد شمس. عبد شمس كان عنده فتى روم اشتراه، فتى روميا اشتراه وتبناه. الأول العرب تتبنى، فإذا تبنت واحد يقولون هذا ابني، يقول هذا ابني، والمتبنى يقول هذا أبي، يعني أبوة وبنوة صورية، كما تبنى النبي زيد بن حارثة، فكان المسلمون يقولون له ابن رسول، ابن محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن نزلت هذه الآية، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية الكريمة، ولكن رسول الله خاتم النبي. فكان هذا متبنى، يعني بنوة وأبوة مجازية غير حقيقية. لكن تعال انظر إلى الشجرة الطيبة، هاشم، وما أدرك ما هاشم، عمرو العلا، هذا كان اسمه عمرو العلا، لكن لما بلغ لما كرم فشى بين الناس سمي بهاشم، لأنه هشم الثريدة لقومه. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، وأهل مكة مسنتون أو في سنين عجاف والرائشون، وليس بمكة رائش والقائلون هلم للأضياف، إلى أن يقول يا أيها الرجل المجد رحيله هلا مررت بدار عبد منافي، فكلتك أمك لو مررت بدورهم لعجبت من كرم ومن أوصاف. هاشم عند ولد يسمون عبد المطلب، هذا عبد المطلب في الواقع هو اسم شيبة الحمد، لأنه لما ولدته أمه ولد هو بالمدينة عند أخواله، وتربى عند أخواله 7 سنين، لما ولد كانت في شيبة في رأسه، فسمته أمه شيبة، فتفألت بأن يكون محمودا بين قومه فسمته شيبة الحمد. شيبة الحمد، هذا ليش سموه عبد المطلب؟
لأن المطلب جاء به من المدينة إلى مكة بعد أن تربى مع أخواله 7 سنين. جابه لما دخل مكة، دخل قريش كانوا في نواديهم، فالتفتوا إلى المطلب عمه، التفتوا إلى من هذا الذي وراءك، خشي عليه العيون كان جميل، فقال هذا عبدي، فسمي عبد المطلب، وإلا هو اسم شيبة حمد عبد المطلب. وما أدراك ما عبد المطلب، لو أردنا أن نتحدث عنه، عبد المطلب صاحب الرفادة، صاحب السقاية، صاحب الحجابة، صاحب حفر بئر زمزم، بوحي من الله، ترها رؤيا، وحي من الله أن يحفر بئر زمزم، وفعلا حفرها. المحللون لما يجون لعبد المطلب يقولون عبد المطلب رجل ديني وسياسي في آن واحد. شلون يعني؟ عنده رأيين سياسيين، الرأي الأول يقول الجزيرة العربية المنظومة السياسية لا تنجح إلا بوجود نبي، الملك في الجزيرة العربية ما يمكن ينجح، ما يمكن يستقيم إلا من خلال وجود نبي مشرف على المنظومة السياسية، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني عند السياسي أن المنظومة السياسية لا تنجح إلا بدين، ولهذا كان يبشر لقيام الديانة الإسلامية ويبشر لقدوم النبي صلى الله عليه وآله. هذا كان عند أولاد عظماء، من جملتهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، من جملتهم الحمزة أسد الله وأسد رسوله، ومن جملتهم العباس إلى آخره، ومن جملتهم أبو طالب سلام الله عليه، ناصر النبي الذي نصر النبي قبل الدعوة، حافظ على النبي قبل الدعوة ورعاه وحافظ عليه بعد الدعوة، المناصر الأول للرسول وللدعوة هو أبو طالب سلام الله عليه. ولهذا النبي وبقي أبو طالب في قلب النبي وفي قلب علي وفي قلب الأئمة وهجا ونورا متوهجا، ما ينسون أبدا. شلون ينسون الذي يقف أما يحمي رسول الله، يضع عليا مكان رسول الله لئلا تنال رسول الله أي أذية، ثم يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كيف ينسون هذا الشعر؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على الفطرة. ألم تعلموا أن النبي محمد نبي كموسى خط في أول الكتب، لقد أكرم الله النبي محمدا فخير عباد الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ولهذا النبي لا ينسى عمه، لما راح إلى المدينة في سنة من سنواته أجدبت المدينة، يعني حبست السماء قطرها والأرض خيرها وبركاتها، فجاءوا إلى رسول الله، يا رسول الله منعت السماء قطرها والأرض خيرها، فادعوا لنا. تمتم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تمتم يقول الراوي كانت السماء خالية من الغيوم ليس بها قزحة زحاب، قزح يعني مجرد مثلا سحابة صغيرة، يقول فامتلأت السماء سحابا وغيما وأمطرت السماء وأغدقت عليهم المطر. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فالتفت النبي إلى
أصحابه قال: من منكم يذكرني بشعري عني أبي طالب؟ الله أكبر، تعرف هذا الشعر؟ قال علي: أنا يا رسول الله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفاضل. الله أكبر. لما تجدب مكة يلتجئون لمن؟ يلتجئون إلى أبي طالب، ها، ويجيب النبي وكان طفلا صغيرا يسنده على وين؟ يقول الراوي: أتانا بطفل وجهه كفلقة القمر، ها، أسند ظهره إلى الكعبة ثم ورفع إصبعه إلى السماء ودعا الله، ها، فاجتمعت الغيوم فأمطرت علينا مطرا، سألنا عن ذلك الغلام فقالوا: ذلك هو محمد. إذن الناس يلتجئون إلى أبي طالب، أهل مكة يلتجئون إلى أبي طالب ليسقيهم، ها، وأهل المدينة يلتجئون إلى رسول الله. لماذا؟ لأن بني هاشم هم السقاة، هم اللي يروون العطاشة، ها. وفعلا امتدت القضية إلى أن وصلت إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. معاوية لما ملك الماء يوم صفين منع عليا وجيشه من الماء، لكن لما ملك علي الماء فتح المجال لجيش معاوية ولجيشه ليشربوا الماء. قال لهم: ترى هذا خلق المروءة، هذا خلق الإسلام، ترى هذا بني هاشم، ها، الذين يسقون الحديد ويسقون الظمأ. وشاء الله تعالى أن يكون حفيد أبي طالب بعد أبيه علي، وهو من؟ أبو الفضل العباس، ساقي عطاشة. إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر حيدرا، فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. اشتد العطش بالنساء، اشتد العطش بالأطفال، ها، من الذي يسقيهم؟ زينب صلوات الله عليها عطشانة، لكن ما تأبه بالعطش لأنها مسؤولة عن الأطفال. بينما هي كذلك، وإذا بالرباب قد أقبلت بطفلها يا تنادي: زينب خذوا طفلكم. دالع لسانه من شدة العطش: خذوا طفلكم، دعوه يموت عندكم، لقد جف ثدي عن اللبن ولم أجد قطرة من الماء أبل بأكل. ماذا تصنع زينب؟ حرارة شمس، حرارتها، حرارة هجير، حرارة ظماء، وطفل صغير، إلى أين؟ من يلبي ندائي؟ من يلبي طلبي؟ قالت: البيوت لا تدخل إلا من أبوابها. فأقبلت نحو الحسين حاملة لطفلها، لطفل الحسين، إجت زينب طفل حسين بيده، تصب دموعها وفاتت لوالي، والدمع يجري: ابو زكينا يا اخويا، شوف طفلك شابح العين. اخ، فطر جبن الظما وام لفت لنا من كثره ونينا، جلد ما بيها، سمحها يا ناداها ودمع غرق خدودها: صعب ورود على 100,000 دراع معدودة، وهذه خيامنا ما حد بقى بيها. نادت والدمع يجري: يا ابويا نور العين، نادت والدمع يجري من الخدين على الخدين، ما ظنيت تتعذر، كيف تتعذر مني وأنا عقيلة لساء ابنة أمير المؤمنين؟ نادت والدمع يجري على الخدين،
ما ظنيت تتعذر يا نور العين لمضيب لابو فاضل يا اخويا حسين واسقي كبدته من الماء ورويها. لما سمع ذلك قام الامام على قدمه سمح وقام يتمطى على طوله ودمعاته على الخدين محمولة وقال لها يا زينب دعم الدولة لا ينفد بروح اليوم لفديها. قامت بالطفل تمشي لابو الشيمة ابو فاضل عمدها وبعرق اللامة. لما وصلت وقفت ورا الخيمة ما دخلت مباشرة اخذت تقول انينا يقطعني يقطع القلوب تصب دموعها والونة تخفيها. سمحها وقام والسيف بيمينه يلوح كانها الواقفة كأن الواقفة زينب. سمحها وقام والسيف بيمينه يلوح كانها الواقفة زينب تون وتصيح وتلوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح لي حاجة أريد اليوم تقضيها. ما حاجتك يا زينب؟ قالها يا بنت الهادي دهشتيني زينب أمري وأمرك على عيني أنا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العداء اليوم لفنيها وحق أمك الزهرة مكزرت الأضلاع لا فوق الشريعة ميت ألف ذراع لخليهم جنايز تظل فوق القاع وجيب الماي لأطفالي وروي. قال تعرفك في الحرام يا أخوي وافي لكن قطع الزند منا هذا الذي منا مخافي اليوم بعزة وبعدكم مدري شوافي يا هل يرد الخيل لو هجمت عليه. عباس يا حامي الضعينة والحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شاف جميع مرضى المسلمين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم أطلق كل أسير وسجين. اللهم أرجع كل غائب إلى وطنه سالما. اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا المؤسسون والمساهمون تقبل عملهم بأحسن قبولك. وإلى أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والشهداء والسادات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.